أنت الآن تحاول أن تجد طريقاً تعبره لتصل إلى ما تحلم به. تحاول إيجاد فرص وأفكار أو أي شيء يوصلك إلى ما تتمناه، ولكنك دائماً ما تدخل في دوامة من اليأس والفشل، دوامة من الأفكار المتناقضة والطرق التي لا تتقاطع أبداً، فتستمر في وقوفك هذا ولن تتقدم أي خطوة أخرى، وهذا بالتحديد ما يسمى بالخسارة. فالخسارة هي بقاؤك حيث سقطت واستسلامك لمخاوفك والعوائق التي ظهرت أمامك في طريقك نحو تحقيق الحلم. أما النجاح العظيم والأكبر ستحصل عليه إذا قمت الآن من مكانك وبدأت بالمحاولة من جديد وتغلبت على مخاوفك وأحزانك، فحينها فقط ستنجح وستصل إلى مبتغاك يوما ما. فلا تستسلم ولا تتوقف في المكان الذي تسقط فيه، بل حاول وحاول واستمر في المحاولة حتى يأتي يوم تقول: هل استصعبت الأمر وبدا لك كل شيء صعب المنال؟ هل تفكر في التراجع عن حلمك وهدفك؟ أم تريد أن يتحقق لك ذلك الحلم الآن ولا تريد الانتظار أكثر؟ من أنت حتى تستعجل الأمور؟ لو كان الأمر بهذه السهولة فلماذا أوصانا الله عز وجل بل وأكد على قيمة الصبر وحثنا على التحلي به؟ استيقظ يا صديقي، الحياة عبارة عن تجارب وتحديات بل وعقبات يضعها الله في طريقك من أجل أن يقويك ويجعلك أكثر صبرا وحكمة. فحتى لو صادفتك 1000 مشكلة في طريقك نحو القمة، فإياك أن تبعد هدفك من أمام عينيك وتعلم كيف تواجه، بل حاول كيف تحارب وتتحدى الحياة، وحول فشلك إلى سلاح واهزم مخاوفك، واعلم أن لا شيء مستحيل في الدنيا، يحكمها رب عظيم وعادل.